كنت بتكلم قلت له يا اخوانا الكلام ده عيب، نحن ناس معتقلين عزر قبل ما يضربوا. اي ما عندنا سلاح. بلاش كلام فارغ، اضرب يا احمد جبار اضرب، بلاش كلام فارغ. لا اللي بيقول اضرب من احمد جبار، احمد جبار بيامر حذله يقول لي اضرب، ما تسمع بلاش كلام فارغ اضرب. لما يتردد الحرذله ابي يضرب احمد جبار وجه له في هذا الماسوره، احمد الحرذله خاف فوجه الماسوره وابتدى يضرب. انا رفعته مجموعة، انا كنت بتكلم وقاعد ساند ظهري على الحيطه، وجه لي مجموعه، المجموعه دي جات بفوق لراسي، انا دنقرت راسي كده وخطيت ايديين الاثنين ديل وضعتهم كده بفوق لراسي، جات المجموعه دي هنا شال الصبع ده والحته دي. ورينا الضربه الاولى، هذه الضربه الاولى هنا في الراس، هنا فقدت صباعك، فقدت صباعي ده لانه كانوا هنا في الحيطه محل اللمني معه، فقمت وقفت على حيلي عشان داير يتكلم معاهم، ادوني مجموعه في بطني هنا. حلت شفنا نحن مصورينا اها مصارير طلعوا برا، وقعت لما وقعت ادوني مجموعه ثانيه في رجلي، والجبخانه دي مدوره بريش كل الناس، نحن حاجه بتاعت 11 ولا 12 اللي كنا في غرفه واحده، كل الناس وقعوا اللي انضرب انضرب واللي وقعوا فيه، وفي ناس الناس اللي طلعوا سالمين من بيت الضيافه دي وقعوا فيهم، الناس الشهداء والناس المضروبين وقعوا فيهم، عملوا لهم ساتر اثناء الضرب. طيب بس ساعدتك قبال ما نغادر الحته دي بس للتركيز يعني شويه، لانه الحكايه دي روايه مهمه وحساسه. هل كان ادى الاوامر باطلاق النار هو الحردلو احمد جبار ولا احمد جبار؟ احمد جبار هو اللي ادى اوامر باطلاق النار. الحردلو تردد في البدايه؟ تردد في البدايه الحردلو، ثم بدا باطلاق النار منه؟ بدا باطلاق النار الحردلو الملازم احمد جبارة. احمد جبارة ايوه، والملازم الحردلو هم من الناس اللي كانوا مسؤولين عن الحراسه، مسؤولين عن الحراسه، يعني اللي بدا اطلاق النار احمد جبارة. احمد جبارة نعم، وتبعوا الحردلو. الحردلو على العموم.